مقطع اليوم رح نتكلم عن مشروع حرب اللي من خلاله تقدر تتحكم بالطقس والمناخ. لا ومو بس هيك، من خلال هذا المشروع تقدر تفتح الكوارث الطبيعية. شو قصة الشعاع الأزرق اللي ظهر قبل ما يصير الزلزال اللي حصل بسوريا وبتركيا بأجزاء من الثانية؟ وهل الزلازل مجرد كوارث طبيعية ولا شيء مصطنع من خلال البشر؟ كل هاي الأشياء رح نحكي أنا بمقطع اليوم ونحللها. وصدقني يا عزيزي المشاهد رح نحكي عن إشي جدا غريب وصادم بالنسبة إلي وإلكم. السلام عليكم، معكم اخوكم وانا السيوف ورجعت لكم مقطع جديد. اليوم رح نتكلم عن اشي يمكن يكون غريب، لا ومو بس غريب، رح يكون صادم بالنسبة الي وإلكم صدقوني. بس بالبداية لازم اقول الله يرحم جميع الموتى اللي توفوا بزلزال سوريا وتركيا الاخير، وكلنا حزنانين على الاشي اللي صار بسبب الزلزال بالدولتين، وفعلا قلبنا موجوع حزينين عليهم، ولكن ما يطلع بايدنا غير الدعاء ونقول الله يكونوا بعونه. طيب تعرف يا عزيزي المشاهد انه قبل كم من سنة طلعت مايا صبحي وتكلمت عن الزلازل وعن فكرة استخدام الزلازل كسلاح؟ لا ومو بس هيك، توقعت انه حيصير زلزال بتركيا وفيديوهاتها انتشرت بكل مكان. ابتدوا من زمان بس هيبتدوا بقى بصورة جامدة جدا، ابتدوا من زمان في زلزال اليابان، ابتدوها في التسونامي بتاع هايتي. التسونامي بتاع هايتي ده مصنع بالكيمياء. زلزال اليابان كان فيه تحرك للطبقات التكتونيه اللي هي بتاعه الارض، كان هيحصل زلزال هم تدخلوا بهرب ان هو يخلوه كارثي جدا. انما يعني حكايه اللي هم الكارثه اللي هيعملوها، الكارثه اللي بيعملوها دي اللي هيعملوها محضر لها من سنين. اوكي، ومن اكبرها ان هم هيعملوا زلزال جامد جدا بيحضروه من فتره وزارعين، وهنشوف مع بعض هم من فتره، ودي تسريبات يعني، وزارعينه للطبقات العميقه في الارض. اوكي، وده في كل مخططهم إن عاجلاً أو أجلاً هينفذوا دي. كيف عرفت هاي البنت إنه حيصير زلزال أو إنه الزلازل تقدر تكون مصطنعة وإنه هاي الزلازل ممكن تكون لعبة عن طريق البشر؟ طبعاً بعد إرادة رب العالمين هذا إشي أكيد. خلينا نتفق على شغلة، إنه أنا مو جايب مقطع اليوم عشان أحكي لكم إنه الزلزال مفتعل، لا، أنا في إشي بحثت وقرأت عنه وانصدمت وجاي أحكي لكم إياه وإنتوا حتنصدموا منه. كلنا شفنا بالفيديوهات اللي انتشرت بعد حدوث الزلزال انه في ضوء ازرق او زي انفجار حصل قبل ما يصير الزلزال بثواني، وهذا الموضوع عمل ضجة جدا كبيرة والناس كلها صارت تحكي فيه لانه فعلا كان اشي غريب وما عمره ظهر من قبل بالزلازل السابقة اللي حصلت. فالناس هون بدأت ترجع لنقطة انه الزلازل مفتعلة وتتساءل انه هل هذا الزلزال مفتعل ولا زلزال مجرد كارثة، لانه الاشي اللي صار جديد على البشرية كاملة، غير انه سرعة الزلزال كانت قوية جدا لدرجة انه الناس ما قدروا يستوعبوه ولا قدروا يهربوا منه. وغير هيك كان وقت الزلزال بوقت متأخر على 4 الفجر، علما انه بالسنين السابقة حصلت زلزالات اقوى من هذا بكثير، ولكن ما وصل عدد الضحايا لثلث او ربع هذا العدد. فهون الناس بلشت تربط هذا الموضوع بمشروع حرب اللي هسه راح اشرح لكم اياه بتفاصيله، وبلشوا يحكوا انه امريكا هي السبب بافتعال هذا الزلزال. طبعا اعرف انت راح تحكي لي عزيزي المشاهد ليش شو دخل امريكا يا مهند، هسه راح احكي لك ببساطة ليش. لانه ببساطة يا عزيزي المشاهد بعام 1992 امريكا سوت مشروع سري اسمه مشروع حرب عملته امريكا عشان تقدر تتحكم بالطقس والمناخ، وهذا المشروع قادر انه يعمل اعاصير وفيضانات وظواهر مناخيه مدمره زي الزلازل. اوف شو هذا المشروع اللي يقدر يعمل هيك اشي؟ هسه راح احكي لك، هذا المشروع عباره عن محطات بث هوائيه متكون من 180 برج هوائي، كل برج بارتفاع 122 متر، كلها مرتبطه مع بعض وتعمل مع بعض زي كانها هوائي واحد. طبعا وظيفه هاي الابراج الهوائيه انها توجه كميه كبيره من الطاقه لاي نقطه محدده بالغلاف الجوي، تحديدا لطبقه الاينوسفير. واللي ما بيعرف طبقة الاينوسفير هي احد طبقات الارض وتعتبر عميقة جدا، والكمية الكبيرة هاي من الطاقة اللي يوجهوها على الغلاف الجوي ما يتجاوز عرضها 20 كيلومتر وسمكها 4 كيلومتر وارتفاع 145 كيلومتر. طبعا لما نحكي عن كمية كبيرة من الطاقة قاعدين نحكي عن 3.6 مليون واط، علما انه امريكا لما عملت هذا المشروع حكت انه هذا المشروع عملته عشان القنوات الاذاعية او الهوائيات البث الاذاعية، ولكن الصدمة انه اكبر قدر من الطاقة مسموح في لهوائيات البث الإذاعية لازم انه ما يتجاوز 50 ألف واط.
متخيلين كمية الفرق بينهم؟ طيب وين ايش تساوي هاي الطاقة؟ هاي الطاقة تخلي طبقة الاينوسفير تبعد عن الارض، ولما تصير تبعد طبقة الاينوسفير تصير تتحرك طبقة الستراتوسفير للاعلى. ليش؟ عشان تملأ الفراغات اللي انتجتها طبقة الاينوسفير، وهذا الاشي يصير يخلي التيارات الهوائية ترتفع مئات الكيلومترات، ونتيجة تغير التيارات الهوائية هاي يصير تغير بحركة السحب والامطار بالغلاف الجوي. فهم فعلا ضبطت معهم، قدروا يتحكموا بالمناخ من خلال هاي الترددات. علما انه امريكا مو اول مره تتهم بهاي الزلازل، لا، لما حصلت بالصين وافغانستان حصل في فيضانات، وباليابان حصل زلازل، كان المتهم الاول امريكا. تعرف ليش؟ لانه لما درسوا الموضوع بنفس اللحظه اللي حدث بها الزلازل باليابان والصين والفيضانات بافغانستان وغيرها، لاحظوا انه بمشروع حرب في حركه ترددات هائله، يعني في طاقه غير طبيعيه قاعد تصدر من مشروع حرب بنفس اللحظه اللي قاعد يحصل فيها الزلازل. فلهيك كانوا يرموا الاتهامات على امريكا. وتعرف عزيزي المشاهد انه قبل ما يحصل الزلزال بتركيا وسوريا ظهر باحث اسمه فرانك وكان متوقع الزلزال. نعم، وقبل ما يصير الزلزال بثلاث ايام، وحكيت عنه انا بانستغرامي، ما انتبهوا وما كانوا عارفين انه حيكون في زلزال. طبعا كنا عارفين انه بإرادة رب العالمين هذا الاشي، هذا اشي اكيد، بس تطور العلم ما بين مثلا انه حيكون في زلزال هون. واللي خلاني احكي عن هذا الموضوع كمان انه في شخص اجنبي اتوقع عامل تويتر انه حيكون في زلزال بالوقت كذا، اسحط لكم التويتر، وشايفها اكثر من 13 مليون شخص، فهمتوا؟ وكان محذر عن الموضوع. فليش ما حدا كان عارف من الحكومات مثلا او الدوله مثلا او تركيا نفسها او سوريا؟ وهذا الاشي خلى كل الناس تنصدم انه كيف توقع هذا العالم، وفعلا كاتبها بتويتر صريحه العباره. بلشت الناس تتساءل انه كيف قدر هذا العالم يتوقع الزلزال، لا وتوقعه بالاربع بلدان بالاردن ولبنان وسوريا وتركيا، علما انه الزلزال من المستحيل اي شخص يقدر يتوقعه غير قبل ما يحصل بدقائق او دقائق معدوده فعلا. اما انك تتوقع قبل بثلاث ايام فهذا اشي مستحيل. ولكن الاشي الغريب اللي صار انه بعد ما توقع فرانك هذا الزلزال طلع بلقاء وصرح انه اللي صار عبارة عن صدفة. And I tweeted about that region three days before it happened. That's more or less of a coincidence. وانه درس الموضوع على حسب الاماكن اللي زمان ما صار فيها زلزال. هل معقول انه توقعه كان صدفه ولا تم الضغط عليه ليطلع يحكي هالكلام؟ الله اعلم. والصدفه الثانيه غريبه اللي خلت الناس تفكر بنظريه المؤامره هاي، او انه نظريه افتعال الزلزال، انه قبل ما يصير الزلزال بيومين اغلب بلدان الغرب المانيا وفرنسا وكمان امريكا سكروا سفاراتهم بتركيا وسحبوهن. فكان الموضوع غريب انه تخيل قبل الزلزال بيومين صدفه انه سكروا سفاراتهم بتركيا وسحبوها. عارف انك راح تحكي عزيز المشاهد انه مكان السفارات بعيد عن مكان الزلزال، بس برضو صدفة غريبة. وانا مش مع نظرية المؤامرة، بالعكس فكرة اصطناع الزلزال عليها جدل كبير بين العلماء والدول وكل الناس، ولكن كان الموضوع غريب لما بحثت عنه وشفت اشياء غريبة حبيت اني اجي واشرح لكم اياها. وكلنا عارفين انه ربنا قادر على كل اشي، ربنا ممكن يقلب الارض بلحظة عادي، ولكن مجرد نظريات حلو انه يكون عندك معرفة فيها. وما نقول غير الله يحمي الجميع من الكوارث الطبيعية اللي قاعد تحصل فجأة. فاذا عجبتك الحلقة استمتعت ولو بشيء بسيط، اتمنى انك ما تقصر معنا بضغطك على زر اللايك وتشترك بالقناه تشرفنا، ما ضايل علينا شيء، ونوصل 5 مليون اخ واخت بالقناه. شكرا لكلامكم على المقطع الاخير اللي هو قصه حياتي، الله يسعدكم. اذا تحب تتواصل معي حساباتي كلها موجوده بالوصف وطالعيت لك في الشاشه. واترككم حفظ الرحمن من هنا لمقطع جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.